يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده الاكل شهي جدا وكمان مناسب جدا للاطفال، هيعجبهم شكله جدا وطعمه كمان هيبقى حلو جدا. النهارده هعمل ايه؟ في اول حلقه هبتدي بانه انا هعمل رز بالبنجر، مش بس لونه هيبقى حلو، كمان القيمه الغذائيه بتاعته هتبقى حلوه جدا وعاليه جدا. هعمل كمان يخنه مكعبات اللحمه بالخضروات، مش هعمله في طاجن، انا هسويه في الطاسه على طول على البوتاجاز. وبعدين في النهايه هعمل البطاطا بجيلي ميرا كيدز. النهارده كمان في حدث مهم جدا، انه في السيجمنت الاخير في الحلقه هيكون معانا توزيع جوائز ميرا كيدز اللي احنا كنا بنعملها في خلال الشهر اللي فات كله. يلا هطلع دلوقتي فاصل، بعد الفاصل هرجع لكم نبتدي في وصفاتنا على طول. استنوا. اهلا وسهلا بيكم مره تانية. رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل قلنا ان احنا النهارده هنعمل ثلاث وصفات. اول وصفه هبتدي بيها هي وصفه الرز بالبنجر. تعالوا نشوف المقادير ايه ونبتدي في الوصفه على طول. المقادير كالتالي: 3 كوبايات رز، كوبايه بنجر مكعبات او عصير بنجر، انا كاتب في الوصفه عصير بنجر بس انا هستخدم ايه؟ بنجر مكعبات. معلقتين زيت، بصل مفروم، كرفس مفروم، ورق كزبره ومرقه. طيب هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه هنبتدي بيها هو انه احنا نجيب كده شويه حلوين من الزيت، نحطهم هنا في الحلة، ونجيب المعلقة ونبتدي بقى في عملية التشويح. ايه اللي هبتدي بيه؟ البصل اول حاجة، اديه كده تقليبة، واجيب الكرفس هنزل بيه مع البصل على طول. الكرفس غير التوم، التوم بنستنى شوية عشان بيتحرق بسرعة، لكن الكرفس تقريبا بيتشوح في نفس وقت تشويح البصل، فنقدر نحطه بعد البصل على طول او مع البصل مش هتحصل اي مشكله. ندي كده ايه تشويحه. وبعدين عندي مكعبات البنجر دي، هاخدها كده اصفيها في الحوض هنا من الميه بتاعتها، واجي احط هنا مكعبات البنجر تقليبه كده حلوه. رشه بقى من الملح والفلفل الاسود، تقليبه، دلوقتي هاخد الرز وانزل بيه هنا، مش هقلب كتير عشان ده بنجر مسلوق مش عايزه يتهري، فمش هقلب كتير. ادي كده بس ايه، اتاكد بس ان كل حبايه رز كده بقت مغلفه بالزيت. واحنا حطينا الملح والفلفل خلاص قبل ما نحط الرز، فاحنا كده زي الفل، مش ناقصنا اي حاجه. ايه اللي فاضل بقى؟ اضافه المرقه. حط بقى المرقه دلوقتي، دي كميه معقوله جدا. بصوا بقى، دايما لو انتوا بتسووا رز والرز ده معاه خضروات، قللوا مقدار الميه اللي انتوا بتحطوه، ما تحطوش نفس المقدار اللي انتوا بتحطوه لو الرز ده ساده. ليه؟ علشان الخضروات نفسها بيكون فيها نسبه ميه طبعا، فبتنزل الميه دي اثناء التسويه. فلو حطيتوا ميه نفس المقدار اللي انتوا بتحطوه للرز الساده مع الرز اللي معاه خضروات، هتلاقوا ان هو بدا يعجن، فبلاش نعمل كده. طيب هنعمل ايه؟ هنغطي بقى على الرز ده ونسيبه يتشرب، بعد كده نغطي عليه ونسيبه يستوي بطريقه تسويه الرز العاديه. وكمان انا سايب ورق الكزبره مش هيتحط دلوقتي، هحطه في النهايه بعد ما الرز ده يستوي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالوا نقول مقادير يخنه اللحمه بالخضر. يلا بينا. المقادير كالتالي: لحمه كندوز مكعبات، بطاطس مكعبات احنا مقشرينها وحاطينها في ميه، بصل متقطع مكعبات، وجزر، وفلفل اخضر، وفلفل احمر حامي، وسبع بهارات. بهارات اللحمه دي احنا نقصد بيها سبع بهارات، وعصير طماطم. طيب ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ تعالوا هغير بس الجلافز، وبعدين هنشوف ازاي هنجهز اللحمه دي للتسويه. بصوا بقى زي الفل. بصوا بقى، احنا علشان او لما نكون عايزين نعمل وصفه معينه و
عايزين الوقت بتاعها او عايزينها تاخد وقت اقل من الوقت المعتاد، بنتحكم في ده ازاي؟ عن طريق التقطيع. يعني مثلا انا دلوقتي هعمل مكعبات لحم، يخنه مكعبات لحم، كل ما كانت حجم مكعبات اللحم اصغر كل ما كان وقت التسويه اقصر، والعكس صحيح، لو حطيت قطعه لحمه كبيره هتاخد وقت اطول في التسويه. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد مكعبات اللحم اللي قدامي دي واقطعها بقى، اخد منها قطع كده مكعبات صغيره. الرز دلوقتي بيتشرب بس لسه محتاج شويه وقت كمان، فهسيبه نكمل. نجيب بقى ايه، نقطع هنا، يلا زي الفل. هاجي هنا هجيب مكعبات اللحمه دي وعايز اقطعها قطع مش كبيره. طبعا احنا مولعين في الوك او في الحله الكبيره دي على النار علشان لما نيجي نحط اللحمه تبقى سخنه كفايه، ده هيفرق في الطعم جدا. شايفين المكعبات حجمها عامل ازاي؟ استمر كده في التقطيع. هنروح بقى دلوقتي نصفي البطاطس دي من المايه بتاعتها ونشوف ترتيب التسويه عامل ازاي. هنا انا عايز اشوح المكونات كلها، يعني مش عايز اعمل الوصفه دي نايف نايف، عايزها وصفه كده متسبكه، وصفه متشوحه، يفرق في الطعم وفي الشكل كمان. هتلاقوا انه في النهايه الوصفه شكلها كده ايه، القوام بتاعها اتقل من القوام المعتاد، هنشوف ده مع بعض. ونستمر. الرز خلاص بيبكبك اهو، قرب يتشرب. هنروح نشقر عليه بعد ما نخلص اللحمه ونحطها في النار. تعالوا بقى نحط شويه زيت كده حلوين في الطاسه. هكمل بس تقطيع اللحم وبعدين اصفي البطاطس. طب ايه قطعه اللحم بقى المناسبه لوصفه زي دي؟ مكعبات من الكتف مثلا تبقى مناسبة جدا، أو مكعبات من الفخذ تبقى مناسبة جدا. بلاش تستخدموا قطع لحم غالية في الطبخ، لأنه كده كده في الطبخ بيبقى فيه تسوية رطبة، بيبقى فيه كده يخنة أو فيه سائل بتستوي فيه اللحمة، فمش محتاجين قطع لحمة غالية، محتاجين قطع لحمة مناسبة للوصفة دي. أنا خلاص كده عندي مكعبات اللحمة دي كفاية جدا كده. إيه اللي هعمله بقى دلوقتي؟ هروح كده أشوف درجة حرارة الزيت عاملة إيه. لسه جربت كده بقطعه من اللحم لقيت ان لسه الزيت ما سخنش قوي، فهستنى. مفيش مشكله ابدا انه انا استنى دقيقه او دقيقتين لغايه ما اوصل لدرجه حراره كويسه علشان اللحمه تاخد لون حلو ويبقى طعمها افضل. تعالوا بس كده نبص بصه هنا على الرز. الرز بصوا شكله عامل ازاي. الرز كده اتشرب، محتاج بس اوطي عليه واغطيه واسيبه يكمل تسويه. نغطي عليه كده. يلا هروح بقى اصفي البطاطس دي من الميه. البطاطس دي كمان مش لازم تقشروها، يعني ممكن تعملوها بالقشر بتاعها، المهم بس تغسلوها كويس. عشان تغسلوها كويس سيبوها شويه في شويه ميه بالقشر بتاعها كده، وبعدين اغسلوها بايديكوا، او لو هي فيها شويه طينه زياده هاتوا، عارفين الفرشه بتاعت البلاط دي، بس هات واحده مش للبلاط، يعني هات واحده للخضار، وتعملوا بالفرشه كده تحت الحنفيه، هتلاقوا ان هي نظفت البطاطسايه جدا، والقشر ده كمان مفيد، فلو عملتوا كده ده هيبقى كويس جدا. هحضر بقى المكونات اللي هتتحط بعد اللحمه. البصل، بعد كده الجزر، الفلفل الاخضر، بعد كده الفلفل الحامي، معجون صلصه الطماطم وعصير الطماطم، وبعدين السبع بهارات. البطاطس هتتحط بعد البصل على طول. انا كده رتبت المكونات زي ما انا محتاج بالظبط. طيب تعالوا نشقر على الزيت. تمام حلو.
هنحط بقى اللحمه كده. بصوا اللي انا بعمله ده مش حسوكه. ليه مش حسوكه؟ لانه انا لو حطيت اللحمه كلها مره واحده اللحمه هتنزل الميه بتاعتها ومش هتاخد لون ولا ريحه ولا طعم. فجربوا كده الطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي، متاكد ان هي تعجبكم جدا جدا جدا. فانا مش هزود عن مساحه الحله، يعني مش هحط كميه كبيره، هستنى على دول يتشوحوا واطلعهم واحط اللي بعديهم وبعد كده يتشوحوا واطلعهم. يمكن ناخد 10 دقايق زياده في الطبخ، بس النتيجه هتبقى جيده جدا. يعني النتيجه في النهايه تستاهل ان احنا نصرف وقت اكتر على الوصفه. تعالوا بقى كده نجيب ايه، معلقه. ايه اللي انا هعمله بقى دلوقتي؟ هستمر في تشويح اللحمه دي لغايه ما تاخد لون جيد من الجوانب بتاعتها. على ما ده يحصل هاخد فاصل، بعد الفاصل هرجع لكم نكمل وصفات النهارده. استنوا. يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل كنت مستمر في تشويح قطع اللحمه. بصوا بقى مكعبات اللحمه وصلت للون عبقري جدا اللي انتم شايفينه قدامكم ده، هو ده اللون اللي انا محتاجه، هو ده اللي هيدي طعم حلو جدا. في نفس الوقت انا مش هغير الطاسه زي ما احنا متعودين، ما بنغيرش الطاسه علشان نستفيد بالطعم القوي الغني اللي اللحمه سابته قبل ما تسيب الطاسه ونحطها في الطبق. ندي هنا كده تقليبه للبصل وبعدين نحط الجزر. نستمر كده في التشويح شويتين حلوين كده. الخضار ده وهو بيتشوح بقى هيلم الطعامه بتاعت اللحمه اللي لزقت في الحله من تحت او في الطاسه من تحت. حلو جدا. وهو على النار كده نديله رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. تقليبة. دلوقتي اقدر احط البطاطس. ونستمر كده في التشويح. اول ما البطاطس تغمق سنة يعني قصدي، نقدر ان احنا نحط بقى صلصة الطماطم، معجون صلصة الطماطم، ونحط بقية المكونات، وبعدين في الاخر خلاص نحط اللحمه. ايه اللي هيتحط دلوقتي؟ الفلفل. احط كده دلوقتي الفلفل الاخضر وادي تقليبه، وبعدين الفلفل الحامي. والفلفل الحامي ده اختياري، يعني ممكن نحطه او ممكن ما نحطوش على حسب بقى مين اللي هياكل من الوصفه دي. لو عندنا اطفال صغيرين هياكلوا من الوصفه دي مش هنحط الفلفل الحامي. ندي هنا كده نحط الفلفل وندي تقليبه. ريحه التشويحه تفتح النفس. حلو جدا. ايه اللي هيتعمل دلوقتي؟ هنيجي دلوقتي نحط مكعبات اللحمه اللي احنا شوحناها وننزل كل بقى ايه اللي موجود في الطبق ده. نيجي هنا ندي تقليبه. دلوقتي بقى اقدر احط 7 بهارات. 7 بهارات دي هم عبارة عن 7 بهارات في الحقيقة، وبييجوا من عند العطار جاهزين. بيختلفوا بقى عشان هم 7 بهارات وعشان هم خلطة معينة، فهتلاقوا ان كل، ليه بقول لكم كده؟ لان 7 بهارات اللي حطيتها دي لونها فاتح سن عن المعتاد، فواضح ان العطار اللي احنا اشترينا منه 7 بهارات دي الخلطة اللي هو عاملها مختلفة عن الخلطة المعتادة، فانتوا ثبتوا بس العطار بتاعكم علشان تثبتوا الطعم. ندي هنا كده تقليبة. شايفين الشكل عامل ازاي؟ هاجي دلوقتي كده احط هنا عصير الطماطم. انا هنا في الوصفه دي مش عايز طماطم كتير علشان مش عايز لون الوصفه يبقى محمر قوي، عايز لونها كده يفضل ايه؟ تفضل كل المكونات اللون بتاعها باين. زي الفل. هضيف بقى شويه كده من الميه السخنه.
ما عندناش ميه سخنه، فهنضيف شويه من الميه اللي مش سخنه عادي. بالظبط. ممكن صح زي ما احمد بيقول، احمد يا جماعه دمه زي العسل، قال لي ممكن نكتب عليها سخنه. بالظبط زي ما انت عملت كده. طيب بصوا بقى، مش هزود ميه عن كده. عايز اعمل ايه بس؟ عايز اهدي درجه الحراره بس لما تاخد غلوه، وبعدين اغطيها. ممكن اغطيها من دلوقتي عشان اكسب وقت. هعمل ايه؟ اجيب كده الفويل واجي هنا اغطي. الوك ده واسيبها كده بقى ايه تاخد غلوه. بعد الغلوه دي هوطي عليها واسيبها تستوي لغايه ما اطمن ان اللحمه استوت كويس والبطاطس كمان استوت كويس. هم دول اكتر مكونين هيبقوا بياخدوا وقت في التسويه. تعالوا بقى نبص على الرز. يلا بينا نفتح كده نبص هنا على الرز. بصوا حلاوته، مستوي مفلفل مش معجن، عشان زي ما كنا بنقول كميه الميه بنقللها لو في اي اضافه من الخضروات على الرز. النهارده عاملين رز بالبنجر فمش مزودين كميه كبيره من الميه. مش محتاج بس غير ان هو يتغرف. حلو جدا. طيب ايه اللي فاضل بقى كده؟ فاضل بس شويه كده من ورق الكزبره، وده هيتضاف نصه على الرز والنص الثاني هيتضاف على يخنه مكعبات اللحمه بالخضروات. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي هنطلع فاصل، وبعد الفاصل بقى محضرين لكم المفاجاه. بعد المفاصل هنرجع نسلم الجوائز بتاعت المسابقه اللي احنا كنا عاملينها الشهر اللي فات، مسابقه ميرا كيدز. هنشوف مين الفائزين، هيشرفونا وينورونا هنا في الاستوديو، وهنشوف بقى تفاصيل لطيفه جدا. استنوا. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانية. رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل كنا بنعمل يخنه الخضار باللحمه، وكنا بنعمل كمان الرز بالبنجر. انا في الحقيقه غرفتهم، احمد هيجيبهم لكم دلوقتي. بس النهارده حلقه او الفقره دي فقره غير اعتياديه، لان الفقره دي احنا مستنيينها بقالنا شهر. النهارده هنوزع جوائز ميرا كيدز لحبايبنا والاطفال اللي فازوا معانا في المسابقه. اكتر اطفال خدوا لايكس على البوست اللي حطوه على فيسبوك هيكسبوا النهارده. ازيك يا ميرا؟ ازيك يا شريف؟ عامله ايه؟ الحمد لله. منورانا زي كل اسبوع. انت كمان بتوحشني من كل اسبوع. وانت كمان هتوحشينا جدا. انا عايزه اقول لاصحابي ان زي ما قال صديقي اللطيف الشيف شريف، ان احنا النهارده هنحتفل باكتر اطفال جمعوا لايكس مع اكياس ميرا، هنفرحهم ونفرح معاهم، مش كده يا شيكو؟ صحيح يا ميرا. بصي يا ميرا بقى، انا عايزك تكلمينا اكتر او تكلمينا تاني عن ميرا كيدز، قولي لنا معلومات مفيده. ميرا كيدز دي اول قطع جيلي في مصر مدعم بالمعادن والفيتامينات على شكل اكياس للاطفال، بيبتدوا ياخدوه من سن 4 سنين. الكيس الواحد من ميرا بيحتوي على 30% من الاحتياجات اليوميه للاطفال. الكيس الواحد من ميرا بيقدم للابطال تلت احتياجاتهم من فيتامين A، وده بيعادل ثمرة جزر وبيحافظ على النظر لصحابي، وفيتامين E اللي بيعادل 28 جرام من المكسرات كمضاد للأكسدة، وفيتامين C كمان كأني أكلت برتقانة كل يوم، وده بيقوي جهاز المناعي، وفيتامين B5 اللي بيعادل ثمرة أفوكاتو لتحسين وظائف الجسم، وفيتامين B12 اللي بيعادل بيضة مسلوقة عشان ما يجيش عندي أنيميا، وحمض الفوليك اللي بيعادل ثمرة كانتالوب عشان ما يجيليش برضو أنيميا، والزنك كأني أكلت ورك فرخة. الله وده الله عشان الله طبعا يا شريف أنا بحب الفراخ قوي، ده عشان يحسن الجهاز الهضمي ويمنع تساقط الشعر. حلو. وكمان ميرا في يود، اليود ده كأني أكلت قطعتين جمبري، وده بيخليني أبني جسمي وأبقى بطل. كل ده يا شريف في كيس واحد بس. الله. يعني يا شريف تقدر تقول ان الكيس بيعتبر وجبه غذائيه متكامله خفيفه وكمان صحيه لكل اصدقائي الاطفال. يعني كيس ميرا مش هيخلينا نفكر ان احنا نشتري جانك فود تاني خالص يا شريف، ولا كانديز من بره فيها سكر كتير وفيها الوان صناعيه. بالظبط كده، وفيها اطعمه صناعيه. صح. يعني انا وانت من هنا نقدر نقول ان مصر اخيرا بقى فيها هيلثي كاندي.
حابه كمان اوضح لك يا شريف ان ميرا كيدز بتتكون من البكتين عشان صحابي ما يكونوش نسيوا. البكتين ده هو الجيلاتين النباتي واللي احنا بنقول ان هو امن جدا للاطفال عشان يسهل الهضم ويعمل سرعه لامتصاص الفيتامينات. حلو قوي ده يا ميرا، زي ما انت كنت لسه بتقولي كده، انا برضو اللي بيخليني ارشح ميرا كيدز للاطفال حبايبي انه هو ما فيهوش الوان صناعيه، وزي ما انت قلتي كده الجيلاتين اللي فيه هو جيلاتين جاي من البكتين، فهو جيلاتين مش حيواني، هو جيلاتين نباتي. ميرسي يا ميرا، كلامك حلو قوي. ميرسي يا شريف. طيب خليني اقول لك على حاجه لطيفه جدا، تعالي نقول مقادير الوصفه اللي احنا هنعملها. احنا دلوقتي هنعمل وصفه حلوه جدا وشهيه جدا. هعمل دلوقتي بطاطا بالكريمه وجيلي ميرا كيدز، شكلها حلو جدا وطعمها كمان حلو جدا. انا كل مره باكل الاكل اللي انت بتعمله يا شريف، انا خايفه ان انا افضل اكبر اكبر اكتر من كده. لا ما تقلقيش، الاكل بتاعنا مش بيتخن، ما تخافيش. طيب يلا بينا نقول المقادير. يلا بينا. طيب المقادير عباره ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن شرايح بطاطا مسلوقه كده 3 ارباع سلقه، نص كوبايه سكر وكوبايه لبن ورشه فانيليا صغيره وكريمه خفق، وعايز كمان قرفه لو الاولاد بيحبوا القرفه، وممكن نبدل عسل النحل مكان السكر. فانا هشيل كده خلاص السكر من الوصفه دي مش هستخدمه، وهحط مكانه عسل النحل. طب ايه ليه قلناه؟ علشان نوريكوا انه لو في وصفه فيها سكر تقدروا تحطوا مكان السكر ده عسل نحل. ده اللي احنا هنعمله مع بعض حالا يا ميرا. يلا بينا، مستعده؟ مستعده يا شريف. يلا بينا. بصي بقى هنعمل ايه، انا هاجي هنا البطاطا دي هاخدها كده. البطاطا دي عملنا فيها ايه بقى؟ البطاطا دي سلقناها، وبعد ما سلقناها قشرناها. عارفه كمان يا ميرا، ممكن بدل ما نسلقها ممكن نشويها في الفرن، هتبقى صحيه اكتر ومحتفظه بالقيمه الغذائيه بتاعتها اكتر. بالظبط كده، وكمان طعمها احلى لان الشوي في الفرن بيدي ريحه تدخين كده حلوه قوي. انا بتخلي بحب الأكل الحاجات المشويه قوي. انا كمان بتخلي الاكل ريحته احلى وطعمه كمان اطعم واحلى بكتير جدا. بصي بقى بعد ما حطيت البطاطا كده اروح جاي هنا، الوصفه دي سهله قوي، اروح جاي هنا مدي كده رشه من القرفه، بس خلي بالكم عشان لو الاولاد بيحبوا ما بيحبوش القرفه ممكن ما تحطوش القرفه. انا بحب القرفه واعتقد ان في كتير من الاولاد الصغيرين بيحبوها، ريحه القرفه حلوه اصلا جدا جدا جدا. طيب وبعدين بعد القرفه هنعمل ايه؟ هنيجي هنا بقى كده نجيب شوكه ولا حاجه ونروح نازلين كده بالعسل. بصي واو. هننزل كده بالعسل على القرفة وعلى البطاطا بالشكل ده، هو ده مصدر السكر في الوصفة دي. والكريمة بقى اللي احنا عاملينها مش مخلينها مسكرة قوي، عشان كده كده عسل النحل ده هيدي طعم مسكر جميل جدا جدا جدا. حلو قوي، شايفة شكلها حلو ازاي يا ميرا؟ شكلها حلو قوي. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنيجي هنا نجيب الكريمة ونعمل بقى الشكل اللي احنا حابينه، يعني ممكن نعمل كده مثلا على حسب بقى انت حابة ايه. انا بحب شكل الكريمة وانت بتزوق بيها قوي يا شريف. شفتي بقى، ونستمر ونستمر. عارفة بقى في النهاية هيكون الشكل ابيض فاتح اللي هيخلي اللون احلى وطبعا كمان الطعم احلى، ان احنا هنحط قطع حلوه قوي من ميرا كيدز. الله عليكي شطوره. بس كده مش عايزه احط اكتر علشان تفضل البطاطا باينه، فنبقى عارفين احنا حاطين ايه بالظبط. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ خطوه مهمه جدا هتدي طعم مختلف. ليه هتدي طعم مختلف؟ لان كل وحده من وحدات الجيلي دي ليها نكهة مختلفة، هي ليها نكهة طبيعية مختلفة وليها طعم مختلف، ففي النهاية الطعم هيبقى حلو جدا. حلو قوي. نحط كده الجيلي ونقسمه. ناخد بقى شوية هنا كمان في النص كده. ممكن احط معاك ميرا يا شريف؟ انتي تنوري، تعالي اتفضلي اتفضلي اتفضلي، يلا ادخلي حطي معانا. عايزه تحطي على الابيض، بلاش تحطي على البطاطا، اتفقنا؟ تمام. يلا ورينا بقى هتحطي ازاي. ممكن معلش تساعدني تديني يلا بإيدي طبعا ميرا كيدز؟ يلا اهو. الله، ايه الشطاره دي؟ شكرا يا شريف، انا اتعلمت منك حاجات كتير.
يلا حطي وحدتين كمان. حابب كمان اوضح لمشاهدينا انه ميرا كيدز موجود في جميع الصيدليات، تقدروا تشتروا من اي صيدليه ميرا كيدز. سعر الكيس 6 جنيه وفي 6 الوان مختلفه و6 اطعمه مختلفه، الوان طبيعيه واطعمه كمان طبيعيه. واحب اطمن الماميز انه ميرا كيدز مسجل في وزاره الصحه. كمان يا شريف احنا ممكن نقول لهم ان احنا العلبه بتاعت ميرا كيدز فيها 30 كيس، واقول كمان لصحابي ان ميرا طعمه حلو قوي، بس ده مش معناه ان انا اخد اكتر من كيس في اليوم، هو كيس واحد بس. يعني مامي لو سمحت يا مامي تشيلي من قدامهم العلبه، العلبه فيها 30 كيس بيكفيني شهر كامل، وعشان ابدا ان انا احس ان ابني الموضوع اختلف معاه لازم اخده 3 شهور ورا بعض. حلو جدا. طيب خلينا يا ميرا بقى دلوقتي نرحب بالدكتور محمد عبد الوهاب، مدير التطوير بشركه كوزمو كير. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، شرفنا وتنورنا. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام. مشرفنا ومنورنا. نورك. وميرا كمان مشرفانا ومنورانا. يعني بجمال تقديم حضرتك ليا. تسلم لي، تسلم لي ذوقك. هنحط ده على السفره كده، وعايزك بقى ايه تكلمنا كده نبذه مختصره عن ميرا كيدز. الحقيقه احنا لما فكرنا ان احنا نعمل برودكت ميرا، فكرنا ان احنا نقدم كاندي بس تكون هيلثي. حلو. وفي نفس الوقت ما تبقاش زي الافكار التقليديه ان هي تبقى في جارف وورم تخلي الطفل يستخدمها على طول. ده حقيقي. لا، تبقى في ديلي دوز على شكل ساشيت ياخده كل يوم معاه وهو رايح المدرسه. بعد الوجبه بتاعته. الحاجه اللي بتفتح بالظبط. لازم تفتح بالظبط. ما تقدرش تسيطر على طفله في الاخر. لو انت حاطه في برطمان هم هيخلصوا البرطمان كله. بالظبط. فاحنا عملناها على شكل ساشيت فورم زي ما حضرتك وضحت. تعالى نشوف كده الساشيت. بص، طبعا انت استاذ انت عارف. هنوري بس مشاهدينا ليه ايزي اوبن. ده الكيس فيه 6 حبات من بالزبط. الجيلي بالظبط. والسته دول فيهم 30% من احتياجات الطفل اليوميه، يعني ثلث احتياجاتهم اليوميه من الفيتامينز والمينرالز والمعادن. بالظبط كده، الفيتامينات والمعادن. بالظبط كده. حلو جدا. طيب خلينا بقى ايه نقول دلوقتي، نعلن عن اسماء الفائزين في الحلقات السابقه من مسابقه ميرا كيدز. يلا بينا. الفائز الاول بام 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 بام. ممكن يا شريف اسعدك واقول معاك الاسامي؟ يلا قولي. الفائز الاول، اول بطل من صحابي معاذ وديما عمر مسعود ومامتهم فازوا في المركز الاول. ايوه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. تعالوا يلا تعالوا. ايه الحلاوه دي؟ جسمي بيكبر يوم عن يوم. انتوا كسبتوا الجائزه الاولى اللي هي عباره عن تابلت. يلا بينا. مبروك. مبروك يا معاذ. مبروك يا معاذ. مبروك. مبروك يا ديما. دي مش مركزه معانا خالص، بتاكل لبان. يلا بينا كلي ميرا كيدز بقى. يلا. يلا اتفضل. اتفضل يا معاذ. يلا قول لنا يا ميرا بقى الفائز الثاني مين؟ معايا الفائز الثاني او البطله الثانيه نور محسن ومامتها، كسبوا لعبه ليجو من ميرا كيدز. يا نور. مبروك 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 مبروك. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 7 سنين. 7 سنين؟ طب حلو حلو حلو. يلا خد، الف مبروك. مبروك يا نور. مبروك يا نور. نورتينا. مبروك حبيبتي. يلا يا ميرا قول لنا مين الفائز الثالث؟ معاذ ومامته كسبوا ميك اب سيت لاحسن مامي من ميرا كيد. الله الله. يا معاذ بص، الهديه دي بقى لماما، بس دي احسن هديه. مبروك. الله يبارك فيك حبيبي. اتفضل يا معاذ. نورتنا يا حبيبي. مبروك يا معاذ. مبروك يا معاذ. دي كانت حلقه النهارده، نورتنا جدا يا دكتور محمد. نورك. شرفنا جدا بحضرتك. نشكرك. نورتينا جدا وشرفتينا. انا فرحانه جدا ان انا كنت معاكي. اتبسطت جدا في الحقيقه بوجودك معايا في الحلقات السابقه. وانا كمان. واتمنى ان انت تشرفيني في حلقات جايه كمان، وفي حتى تيجي ضيفه كده تساعدينا ونطبخ سوا. ايوه اكيد يا شريف. اكيد. انا كمان بفكر صحابي ان هم يتابعوني على صفحه ميرا كيدز طفلك بطل، عشان يفضلوا يعرفوا ايه هي العروض والهدايا اللي احنا بنعملها مع ميرا كيدز. دايما طفلك بطل. ايوه يلا اشوفك على خير يا حبيبي. طيب دي كانت حلقه النهارده، ودي كانت وصفات النهارده. احمد هيجيب لكم السفره دلوقتي حالا. النهارده عملنا ايه؟ النهارده كان عندنا 3 وصفات مختلفات. عملنا النهارده، بدانا بان احنا عملنا رز بالبنجر، بعد كده عملنا يخنه الخضار بالبطاطس والخضروات واللحمه، وعملنا كمان البطاطا
بالقرفه وجيلي ميرا كيدز. مش شافش الحلقه دي من بدايتها يقدر يتابعها في الاعاده الساعه 5 صباحا بتوقيت القاهره. اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.